المحطة الأخيرة لمسيرة الأساتذة المتعاقدين كانت ببودواو بعد رحلة أسبوع انطلاقاً من ولاية بجاية، شعارهم الإدماج بلا مسابقة. الأساتذة المتعاقدون أكدوا في مسيرتهم أن خبرتهم المهنية كفيلة لإدماجهم في مناصب دائمة دون المرور بمسابقة التوظيف التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية. الشيء اللي ميزنا على اللي ما عندهمش خبره انه الخبره نتاعنا كفيله بافاده القطاع هذا. احنا واش الشيء اللي ميزنا عليهم اننا تكوننا، يعني ما كاينش واحد عنده 5 سنين انك تزيد دير له مسابقه ولا تزيد دير له هذا باقي انه تدمجوا ديجا خلاص دخل في الدومين هذا سي بون خلاص ما بقالوش انك تختبره ولا دير له اختبار ولا هذا من حقه الادماج ويدخل في التعليم ويفيد التعليم إن شاء الله. الوزارة الوصية ذهبت في خضم هذه المطالب إلى تثمين خبرة هؤلاء بعد مراجعة الوظيف العمومي في الوقت الذي يتمسك فيه الأساتذة بمطالبهم، وتصر الوزارة على إيجاد مخرج قانوني يتم فيه احتساب سنوات الخبرة للمحتجين مع إلزامية اجتياز مسابقة التوظيف المعلن عنها. مبدئيا لديه ما يعرف به هاد لابونيفيكاسيون اللي هي نقاط معينة إضافية ناتجة عن مساره المهني في سلك التعليم، وهذا نعتبره كذلك يعني شيء جد هام ومهم للمترشح، لأنه يختلف الأمر مقارنة مع ذلك الذي يتقدم للاختبار أو للمسابقة دون أن يكون لديه خبرة مهنية في سلك التعليم. جمعية أولياء التلاميذ دعت بدورها إلى التسريع في حل هذا المشكل، خاصة وأن التلاميذ هم المعنيون الأوائل، مذكرة في الوقت نفسه بمجهودات الأساتذة المتعاقدين ودورهم لا سيما في المناطق المعزولة والنائية. ذكرنا الوزيرة بضرورة الاهتمام بهذه الفئة، واطمأنت بأن الخبرة المهنية والتجربة لهذه الفئة لا تذهب سودا، وهذه الفئة هذه المتعاقدين بطبيعة الحال حنا نعترف بالمجهود الذي بذلوه في السنوات الماضية سواء كان في المناطق النائية أو في الأرياف أو في المدن. الوصاية وفي ظل تمسك الأساتذة المحتجين بموقفهم دعت إلى عدم رهن مستقبل التلاميذ، خاصة وأنهم على مشارف نهاية الموسم الدراسي. من واجبنا أن نعمل على تهدئة الأمور، نناشد هؤلاء الأساتذة أن لديهم تلاميذ في انتظارهم للرجوع إلى وظيفتهم والعمل مع هؤلاء التلاميذ الذين هم بدون شك في انتظارهم. عدم اجتياز الأساتذة المتعاقدين لمسابقة التوظيف نهاية أفريل الجاري يبقى المطلب المحوري لهم، في حين وزارة التربية الوطنية تتمسك بما تفرضه قواعد الوظيف العمومي. فمهما كان المآل يبقى مصير التلاميذ هو الرهان.